السلام عليكم. القوات الأوكرانية فاجأت الجيش الروسي خلال 24 ساعة الماضية بهجمات عسكرية خاطفة، وتمت هذه العمليات كلها حول العاصمة الأوكرانية كييف، وتحديدا كما ترون هنا هذه هي العاصمة الأوكرانية كييف، وهذه العمليات تمت إلى غرب العاصمة. وبالتالي إذا ما دخلنا في هذه التفاصيل فهنا كما ترون هي الحدود الإدارية للعاصمة الأوكرانية كييف. وبالنسبة لهذه المناطق الغربية التي تأتي غرب العاصمة فهذه كلها مسيطر عليها من قبل الجيش الروسي بهذا الشكل على مكاريف وغيرها من المناطق، وبعدها وصلوا إلى هذه المنطقة التي ترونها أمامكم ولم يسيطروا عليها أبدا، بل إنهم قاموا بعملية التفاف وحاولوا وبدأوا يهدفون إلى الوصول إلى هذه المدينة وبلدة بايشيف بهذا الاتجاه، ولكن القوات الروسية تقريبا توقفت بهذا الشكل، خاصة وأنها حاصر على مستوى عالي هذه المنطقة وقطعوا الطريق الغربي للعاصمة الأوكرانية كييف، وهم يخوضون العديد من المعارك ويحاولون تطهير هذه المناطق من القوات الأوكرانية، وذلك لسبب مهم وهو لحماية ظهر القوات الروسية التي تحاول فيما بعد اقتحام هذه العاصمة المهمة للغاية. وبالتالي هم في مرحلة توقف للحصول على التعزيزات والإمدادات اللوجستية ويكتفون بعمليات ضربات هنا وهناك في داخل هذه العاصمة، وهذا ما جعل القوات الأوكرانية أن تستفيد من هذا الأمر وأن تستغل هذا الأمر، وقامت بهجوم سريع للغاية وسيطروا على مدينة ماكاريف فجأة، وتقدموا إلى هذه المدينة الأخرى ألا وهي ماكوفيسشي وسيطروا عليها، وكذلك بدأوا يضغطون على هذه البلدة التي ترونها أمامكم ألا وهي بيرزيفكا، وكذلك كانت هنالك ضربات أيضا قادمة من الجيش الأوكراني بالراجمات الصاروخية من داخل العاصمة الأوكرانية كييف، واستهدفوا هذه المنطقة بشكل عال. وهنا يجب أن ننتبه بأن القوات الأوكرانية تحاول كسب الوقت وشراء الوقت، وليس بالضرورة أن تبقى القوات الأوكرانية مسيطرة على هذه المدن وأنها بدأت بتحريرها، لا أبدا، الواضح بأنها عمليات سريعة جدا من أجل الضغط على القوات الروسية، مفاجأة القوات الروسية ووضعها في موقف محرج، وبالتالي إبقاء هذه الخطوط مفتوحة، إبقاء هذه المنطقة مفتوحة لعمليات الدعم القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من بولندا أو رومانيا أو أي دولة أخرى من حلف الناتو في إمداد الأسلحة إلى العاصمة الأوكرانية كييف. وكذلك إذا ما أردنا أن نلقي نظرة على إحدى أهم اللقطات القادمة مما يجري في هذه المدينة وهي بيرزيفكا بهذا الاتجاه والضرر الذي تعرضت له القوات الروسية، فسنلاحظ من خلال هذا التصوير القادم والمقطع المصور لطائرة مسيرة أوكرانية صورت جميع الأضرار التي تعرضت لها القوات الروسية في هذه المنطقة التي ترونها أمامكم، هنالك استهداف للعديد من الراجمات الصاروخية، وكذلك كما تلاحظون الراجمات الصاروخية التي هي تستخدم على المدن التي تأتي إلى غرب العاصمة الأوكرانية كييف بهذا الشكل. وبالتالي واضح كانت ضربات عنيفة للغاية خلال 24 ساعة الماضية على القوات الروسية، تكبدت خسائر، وبالتالي بالنسبة للقوات الأوكرانية هذه تعتبر أخبار جيدة. وأيضا إذا ما انتبهنا إلى طبيعة استخدام الضربات الصاروخية بالنسبة إلى القوات الأوكرانية سنلاحظ من هذا المقطع، من خلال إحدى المقاطع الموجودة لهذا المقطع المصور سنلاحظ أن على الأرض هنالك آثارا كما تلاحظون إن كانت واضحة هي لصواريخ من للراجمات الصاروخية، بكل تأكيد الآثار تأتي في كل مكان، وهذا يوضح أن الضربات كانت كثيفة ورشقات صاروخية كبيرة هي التي أدت بهذه الأضرار. ودعونا أيضا نتأكد من القمر الصناعي إن كانت فعلا هذه الصورة هي قادمة من بيرزيفكا بهذا الاتجاه، ومن خلال هذه اللقطة نلاحظ هذا المبنى الأبيض الذي كانت طبعا فيه أضرارا بهذه الاتجاهات لعدد من المدرعات الواضحة، وكذلك هذا المبنى الذي يأتي سقفه باللون البني، وكذلك هذه المنطقة الزراعية، وهنا على ما يبدو وكأنها يعني كأنه حوض للسباحة أو منطقة مائية بسيطة، وأيضا هذه المنطقة المفتوحة التي تعرضت إلى الصواريخ، وهنا طبعا المدرعات الروسية التي ضربت بهذا الشكل. وبالتالي عندما نتوجه إلى القمر الصناعي لكي نتأكد من هذه التفاصيل التي تحدثنا عنها سنلاحظ بكل تأكيد هنا العاصمة الأوكرانية كييف، سنتوجه إلى الغرب فجأة وسنجد بيرزيفكا التي هي تأتي
تأتي قريبة جدا وتحت حقيقة الطريق الغربية المهم، وبالتالي نلاحظ بأننا أمام فعلا نفس العلامات التي أشرنا عليها، وبالتالي هنا كما تلاحظون هذه هي البركة بهذا الاتجاه، وأيضا هذه هي المنطقة المفتوحة التي تحدثنا عنها، وبالتالي هذه هي المناطق الشرقية لبرزيفكا التي تعرضت إلى هذه الضربات التي نتحدث عنها. أما بالنسبة إلى القوات الروسية من جهة أخرى فهي أيضا ليست مستعجلة، وهي تعمل على عدد من الأمور الاستراتيجية لعملية اقتحام العاصمة الأوكرانية كييف. بالنسبة إلى القوات الروسية الآن هي تبحث عن التعزيزات وغيرها من الأمور اللوجستية، ولكن في نفس الوقت في 24 ساعة الماضية هي تقوم بعمليات قصف كبيرة على بوتشا بهذا الاتجاه، وعلى فيشهورد بهذا الاتجاه، وكذلك على بروفاري، قصف عالي جدا وكبير، حيث أن تواجد القوات الأوكرانية هنا محصن بشكل عال، والقوات الأوكرانية تدافع بشكل عال، وبالتالي هذه العمليات القصف هي تمهيدية، هي لإضعاف الدفاعات الموجودة للقوات الأوكرانية، مع هدف مهم ألا وهو محاصرة العاصمة الأوكرانية كييف من كل اتجاه، بحسب تقرير نشر اليوم من الاستخبارات البريطانية التي أكدت بأن الهدف العسكري الأولي بالنسبة للجيش الروسي هي محاصرة كييف واقتحامها بعد ذلك. ولكن أيضا صواريخ الكروز حاضرة في ضرب عمق العاصمة الأوكرانية كييف. ولكن كانت هنالك قضية مهمة حدثت يوم أمس، وهي استهداف مركز تجاري كبير موجود بهذه المنطقة، وهو يأتي باتجاه مدينة إيربين التي تسيطر عليها حتى هذه اللحظة القوات الأوكرانية، وهو المركز التجاري مركز ريتروفيل بهذا الشكل، وجاءت الصور بهذا الشكل يوم أمس في الساعة 10 مساء بهذه الطريقة. صاروخ الكروز فجأة بالنسبة لروسيا ضرب هذه المنطقة بهذا الشكل، وسحق هذه المنطقة تماما بهذه الضربة الكبيرة والمهولة التي كانت مثل الفاجعة بالنسبة إلى العالم بعدما تعرضت له هذه المنطقة. وبالتالي إذا ما توجهنا مرة ثانية إلى القمر الصناعي فقط لنرى هذا المركز التجاري ونتعرف عليه وعلى حجمه، سنلاحظ بأننا نتوجه هنا إلى العاصمة الأوكرانية كييف شمال غرب هذه العاصمة، وسنجد أنفسنا أمام هذا المركز التجاري الكبير، وهذه الصاروخ وصاروخ الكروز هو في حقيقة الأمر هو سقط في هذه المنطقة وعلى هذا المبنى بهذا الشكل تحديدا. وإذا ما قمنا بعملية الهبوط في القمر الصناعي إلى هذه المنطقة فقط لنلقي نظرة على طبيعة ما جرى من هذا الدمار ومن هذا الانفجار الذي بدأ بهذا الشكل يوم أمس، وبالتالي بالهبوط إلى القمر الصناعي سنجد بأننا أمام هذه الصورة. هذه الصورة هي قادمة قبل الضربة وقبل أن تتعرض هذه النقطة إلى الضربة، بالتركيز على هذا المدخل بحرف الآر وبهذا المبنى المميز، وكذلك سبورت لايف هذا المبنى الآخر، وواضح بأننا أمام موقف للسيارات. كانت الصور القادمة صباح هذا اليوم من هذا الانفجار هائلة جدا لما أحدثته هذه الضربة بصاروخ الكروز الدقيق للغاية الذي استخدمته طبعا القوات الروسية. وهنا بدأت الأمور والتفسيرات تأتي يمينا وشمالا. بالنسبة للأوكرانيين اعتبروا بأن هذا مركزا تجاريا، والقتلى وصلوا إلى 6 بل حتى إلى 8 مدنيين قتلوا بسبب هذه الضربة الغير مبررة بحسب ما فسرته أوكرانيا. ولكن في نفس الوقت بالنسبة إلى روسيا وجدت وفسرت، وحتى وزارة الدفاع الروسية قالت بأن هذا الموقع وهذا المركز التجاري هو يستخدم كمركز لتدريب القوات الأجنبية، بالإضافة إلى القوات القومية الأوكرانية متواجدة وتقاتل من هذه النقطة. وبالتالي إذا ما ذهبنا هنالك صورة أصلا تثبت ما تقوله وتدعم ما تقوله وزارة الدفاع الروسية. إذا ما عدنا إلى هذه الصورة وحاولنا أن نقترب من هذه المنطقة بهذا الاتجاه القريبة من المبنى، وذهبنا إلى صورة نشرت فعلا لهذا الموقع تحديدا، سنلاحظ بأن هذه الصورة المرتفعة بهذا الشكل توضح بأننا أمام مدرعات وعجلات عسكرية وجنود يقفون في هذه المنطقة في هذا المركز التجاري. وبالتالي إذا ما اقتربنا فعلا بأننا أمام كل هؤلاء الجنود الذين نلاحظهم، وهذه العربات التي ترونها أمامكم العسكرية، وبالتالي هذا يبرر تماما العمل
الذي قامت به روسيا والقوات الروسية في ضرب هذه المنطقة بكل تأكيد. أما بالنسبة لما يجري هنا في المناطق الأخرى، هذا هنا نتحدث عن كييف، أما ما يجري في قضية خاركيف فهنالك أيضا تطورات على مستوى الأرض مهمة للغاية بالنسبة للقوات الروسية، ولكن أيضا فيها نوع من المباغتة من قبل القوات الأوكرانية. هذه المناطق التي ترونها هنا طبعا الأراضي الروسية، وهذه هي الأراضي الأوكرانية بالنسبة إلى القوات الروسية. هي لا زالت تحاصر مدينة خاركيف، وهي سيطرت على مدينة تشويهوف بهذا الاتجاه، وسيطروا على كل هذه المدن، وأهم المدن هي مدينة إيزيوم التي تقدموا إليها أثناء تقدمهم أيضا في إقليم دانييتسك بهذا الاتجاه. ويجب أن ننتبه، هذه هي الحدود الإدارية إلى دونباس بهذا الشكل تأتي طبعا، وهذه هي الحدود الفاصلة بين دانييتسك وكذلك بين لوغانسك. وبالتالي القوات الروسية عندما تقدمت إلى إيزيوم، هي تقدمت إلى كراماتورسك، ولكن سرعان ما سيطرت على مدينة إيزيوم في 48 ساعة الماضية. والهدف الأساسي هو التقاء القوات الروسية من كراماتورسك مع إيزيوم بهذا الاتجاه لإغلاق المنطقة، لعملية وضع حبس تام على القوات الأوكرانية التي تقاتل في لوغانسك من أجل تحقيق تقدم أكبر، قطع الإمدادات عليهم وخنقهم شيئا فشيئا. ولكن القوات الروسية تقدمت بشكل مفاجئ من إيزيوم إلى هذه المدينة ألا وهي باربينكوف بهذا الاتجاه، وبدأت تحاصر هذه المدينة وبدأت تبحث عن السيطرة عليها. والواضح بأنهم قد يريدون عملية التقاء القوات بهذا الاتجاه بعد السيطرة على كراماتورسك أو فرض حصار عليها بهذا الشكل، وبالتالي أيضا تحقيق نفس الهدف الاستراتيجي الذي نتحدث عنه. وهنا جاءت القوات الأوكرانية لتقوم أيضا بهجوم آخر فجأة في 24 ساعة الماضية، وسيطروا على هذه المدينة تشويهوف بهذا الشكل. وعندما سيطروا عليها قاموا بعملية إعدام وقتل 2 من القيادات المهمة للقوات الروسية الموجودة بهذا الاتجاه، وبالتالي هم يحاولون نفس الطريقة التي قاموا فيها بكييف، ضرب الدعم اللوجستي، ضرب عملية التحشيد والتعبئة للقوات الروسية الذي ممكن أن تتحصل عليه، وبالتالي إبقاء الأبواب مفتوحة للقوات الموجودة هناك. وبالتالي واضح القوات الأوكرانية تريد أن تنجح في عملية الدفاع عن باربينكوف بهذا الاتجاه وكذلك كراماتورسك، وبالتالي تبقي الخطوط مفتوحة للقوات الأوكرانية الموجودة في لوغانسك، وهي تعلم جيدا إن لم تبقي خطوط مفتوحة بهذا الشكل وتستمر في عملية المشاغبة وعملية حماية خاركيف وغيرها من هذه المناطق، فإن القوات الروسية فعلا قد تكون لديها أهداف واضحة جدا بعد السيطرة على هذه المنطقة. وكذلك يجب أن ننتبه بأنها مسيطرة على هذه المدينة ألا وهي بالاكيليا بهذا الاتجاه، هي ستفتح محاورا مهمة جدا بالنسبة إليها لعملية محاصرة مدينة دنيبرو بهذا الاتجاه المطل على نهر الدنيبر، وبالتالي ستقطع كل الدعم على القوات الأوكرانية وستضعها في موقف محرج للغاية. هنالك أيضا حدثا مثيرا، الأحداث كثيرة في الداخل الأوكراني، حدثا آخر جرى في مدينة سومي التي تأتي بهذا الاتجاه، وهذا الحدث خطير وفيه قضية متعلقة بالغازات الكيميائية. ما الذي جرى؟ هذه هي مدينة سومي التي ترونها، الذي جرى بأن هنالك مصنعا كيميائيا فجأة أعلنت، وأعلن المسؤولين الموجودين في مدينة سومي وفي بلدة سومي وتحديدا من العميد الموجود أو عمدة سومي بالأحرى، بأن هنالك انبعاثا لغاز الأمونيا السام والخطير، وعلى هذا الأساس اتخذوا عددا من الإجراءات، طلبوا من السكان الموجودين في هذه المنطقة أو في منطقة نصف قطرها يصل إلى 5 كيلومترا، بأن عليهم للسكان المتواجدين في هذه المنطقة أن يذهبوا إلى الأقبية وكذلك إلى الشقق الأرضية، لأن غاز الأمونيا هو أخف من الهواء، وبالتالي ما عليك إلا اتباع هذه التعليمات للخلاص من طبيعة هذا الغاز السام، والذي ممكن أن يؤدي إلى الوفاة وإلى أضرار خطيرة للغاية. وبالتالي بدأ يتسرب هذا الغاز حتى بتأكيدات من قبل الروس. الأوكرانيين وجدوا بأن هذا المصنع الكيميائي الذي يتسرب منه الغاز هو جاء بسبب قصف من قبل القوات الروسية، وبالتالي وصلنا إلى هذه النقطة وظهور هذا الغاز بهذا الشكل. ولكن المثير أن وزارة الدفاع الروسية هي كانت قد فسرت هذا الأمر وتحدثت عن هذا الأمر، وقالت بأن القوات الأوكرانية هي فخخت هذا المصنع قبل يومين. قبل يومين تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن هذا الأمر وقالت تم تفخيخ هذا الموقع من قبل الأوكرانيين لأنهم يريدون تفجيره، وبالتالي إلقاء اللوم على روسيا وتحويل هذا الملف إلى ملف دولي.
والمشكلة أيضا أن هنالك عددا من الدول هي تتهم روسيا بأنها تبرر الأمور منذ البداية قبل يومين أو 3 أيام وتدعي وتقول قصة معينة وبعدها تقصف هذا الموقع ونصل إلى ما نصل إليه. بالتالي هذا الملف شائك للغاية الذي نتحدث عنه بكل تأكيد، ولكن الأهم بالنسبة إلى غاز الأمونيا هو من الممكن أن يتقدم وأن يدخل إلى عمق هذه المدينة مدينة سومي وبالتالي يكون خطرا، ولكن الأمر المهم هنا بأن الرياح لا تسري بهذا الاتجاه، هي لا تجري بهذا الاتجاه بحسب الويندي دوت كوم تؤكد بأن الرياح متوجهة إلى الجهة الجنوبية بهذا الشكل. إذا ما ذهبنا إلى الويندي دوت كوم من صباح هذا اليوم مع هذه الأنباء سنلاحظ بأن إشارات الرياح هي تأتي بهذا الشكل وبالتالي هي متوجهة إلى مناطق خارج مدينة سومي، وبالتالي هذه طبعا تعتبر شيئا خطرا كبيرا للغاية، ممكن أن يؤثر على البشرية إذا ما استمرت عملية الغازات الكيميائية وغيرها من الغازات طبعا التي تعتبر محرمة بكل تأكيد. الأمر المهم على المستوى الدبلوماسي، الإكسبرس البريطانية أكدت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق وأخيرا على مقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وجها لوجه لحل هذه المشاكل، وبالتالي هذا قد يعتبر هو أكبر تطور يجري على المستوى الدبلوماسي، والكل طبعا في ترقب كبير لما ممكن أن يحدث، وقد تكون هذه هي اللقطة تاريخية بين بوتين وكذلك زيلينسكي إن ما تم هذا اللقاء بكل تأكيد.